مرحبا والسلام عليكم. أهلا وسهلا بكم جميعا إلى قناة تعلم هندي بالعربي. وهلأ راح نتابع الجزء الثاني عن التاكسيات، كيف تطلب تاكسي. شفنا كيف تحجز بالفيديو السابق، بس مرات أنت مش دائما بتحجز على التليفون أو الأونلاين، مرات على الشارع بتشوف تاكسيات على جنب الشارع صافين، أو سيارة مرأة تاكسي يمكن تأشر لها فتحكي مع سائق التاكسي. فشو الشغلات اللي كيف نتعامل مع سائق التاكسي، كيف نحكي معه، شو الشغلات اللي بنسأله عنها. فإذا هون راح يكون الموضوع كيف تأخذ تاكسي عن الشارع أو على الشارع. الشارع هي رصدة بقولوا لها. شو بقولوا عن الشارع؟ رصدة. فإذا هيك بقولوا رصدي بار، لأنه لما تكون موصولة بكسروها. رصدي بار عن الشارع، يعني بار عن الشارع. شو رصدي بار؟ وفي مرات بقول رصدي مي، في الشارع، مي معناها في. مرات بقولوا رصدي بار، أو ممكن يكون رصدي مي، مي هاي معناها في أو عن الشارع. كويس. رصدي بار أو رصدي مي تاكسي جاي، بدك شو بدك تاكسي على الشارع مثلا. شو نزلت عم تتمشى هيك، كنت بالجامعة، طلعت من بوابة الجامعة على الشارع، مرات بتكون شايف تاكسيات واقفين أو بتمر من حد الهي. فبدك تسأل سائق التاكسي، بدك تقول له هل هذا التاكسي فاضي أو خالي، يعني ما حداش تاني ماخذه عنك، يعني افيلبل زي ما بقولوا بالانجليزي، متوفر. فشو بدك تقول له هون؟ بدك تقول له بالانجليزي هل، بتصير بالهندي كيا. بالهندي هل بتقول كيا، عم تسأل سؤال. هذا يعني بتقول يي، يي تاكسي، هذا التاكسي. كويس. كيا يي تاكسي، يعني هذا التاكسي خالي. هي بالهندي يستعملوا خالي، خالي يعني فاضي، افيلابل فراغ، فاضي خالي. ايه تسأل سؤال، خالي، خالي معناه زي فاضي، افيلابل يعني فيش ركاب تانيين ماخذينه. كويس. فهي شغله بسيطه، هو يعني تتذكرها خالي من خالي، بدك تسألها كيا خالي هي، يعني شو متوفر فينا ناخذه. كويس. اذا قال لك اه، مرات منيح الواحد ياخذ فكره، بدك انت مش عارف قديش تسعيرها بشكل عام، يعني يمكن من هون لمركز المدينه تطلع معك 500 روبيه او اكثر او 5000 روبيه، بدك تعرف تكون عندك فكره عن السعر، يعني او تكون سائل ناس ثانيين يعني بيعرفوا، انت اصحابك بيعرفوك، عشان ولا بيضحكوا عليك بغشوا عليك. شو بدك تساله؟ بدك تستعمل الميتر، انا حتى مهما لانه في هناك لازم تطلب منه يستعمل الميتر. بس اساله شوف مثلا انت اذا عندك فكره مسبقه من حد ثاني، من اصحابك، من الطلاب اللي بتعرفهم، يعني بقولوا لك قديش تقريبا. مثلا اذا بدك تروح من جامعه الاي اي تي منطقه بواي لمركز المدينه، معروف قديش تقريبا السعر. اذا اكثر من هيك بكون عم بزيدها عليك. كويس. فبتساله كم التسعيره الى بومبي. قال له بومبي او مومباي زي ما بسموها اسا، مومباي صاروا يسموها مومباي، زي ما شفنا بالفيديو السابق عن التاكسيات الحجز، قلنا بومبي كليه علشان هاي لا بومبي لمركز المدينه، بومبي كليه او بومبي سنترال في مركز المدينه، في منطقه اسمها سنترال، بومبي سنترال. كويس. او مناطق ثانيه، تشيرش جيت في منطقه قريبه على السيتي على السنترال، او انديا جيت، عده مناطق هناك جنب بعض تكون عارفينها. فبتقول له بومبي كليه، او في كلمه ثانيه هلا بنعطيك اياها كمان بيستعملوها، بومبي طاق. الى بومبي، لحد بومبي، طق يعني معناها لحد بومبي. مثلا مرات بسكر المكتب الساعه 9 بتقول نو بادجت طق، يعني لحد الساعه 9 بسكر بان.
شو طاق يعني لحد، فهنا فيك تستعملها بومبي طاق الى بومبي لحد بومبي سنترال سيتي او شهر بيقولوها كمان كويس. ف بومبي طاق قول شو كتني هاي سامعينها قبل كتني ربي لك تي هي بيتك كتني ربي لك تي هي قديش بدك قديش عايز قديش مطلوب بدك تاخذ شو لك تي هي يعني مطلوب راح تاخذ كويس. فاذا هاي عم تساله يعني طبعا انت بتعرف بالارقام او بترد عليك بالانجليزي بتعرف قديش. شوفنا بدروس ثانية عن الأرقام فيك تراجعوها تذكركم عن الأرقام. طيب هلا افرض انتوا خمس أشخاص كنتوا تاخذوا تاكسي، كنتوا خمس طلاب أو عيلة أو كذا، فأحسن كلكم مع بعض تاخذوا تاكسي حتى بصير أوفر وأحسن كويس. فبدك تجيب تاكسي بدنا خمس مقاعد، إذا أكثر من واحد تاكسي واقفين بالشارع وكل واحد بده يجي لعندك تقول مين معه خمس من سيارته التاكسي تاعه فيها خمس مقاعد، عادة بيكون اثنين قدام وثلاثة ورا كويس. فبدنا خمس مقاعد، فهون تيجي بتقول شو معنات خمسة من الدروس السابقة كمان على الأرقام بانش، تقول بانش اوكي بانش سيت بانش بانش سيت لك تاهي او تشاي سيت بانش سيت تشاي سيت هي زي بالانجليزي قولوها هي المقعد. بانش خمسة خمسة سيت هي مقاعد كويس. شيء بدنا عايزين زي ما كنا نقول من قبل. طيب وقبل ما يمشي اتفقتوا مع بعض لازم تتأكد منه انه بساعتها شغل الميتر، بساعتها شغل الميتر لانه في منهن ما يحتالوا عليك او يضحك عليك يكونوا منشغلينه من شي نص ساعة، يكون مش نبلش من البداية من الصفر، ويمكن بحطوه شوي بالاول بس إذا كنت عن الشارع ما لازم يزيد، لازم يبلش من الصفر. فشغل الميتر شو بتقول له هون؟ خلينا نكتبها هون ميتر اللي بسموه ميتر بشدوا على الار شو ميتر لقاو 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 يعني شغل له شغل الميتر ميتر لقاو. وهاي بتطلع معه رحلة سعيدة. وشكرا على المشاهدة ونراكم في الفيديو المقبل، راح نتابع كمان عن الجزء الثالث عن التاكسيات كيف تتعامل مع التاكسيات. وشكرا وإلى اللقاء، رجاء الاشتراك. السلام عليكم.